احيانا المراه اذا نظرت لمعدن الرجل لا لجوهر الرجل لا لمظهره جل زواجها يوفق. المراه اذا نظرت لجوهر الرجل لا مظهره يوفق. جليبيب وكل نعلم قصة جليبيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى بيت فلان وقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منكم أن ينكحك أن تنكحوه ابنته فذهب الرجل فقالت ونعم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالت فقال لا بل أريدها لنفسي فقالت المرأة أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غيرك انظر يعني كلمة إحباط أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم غيرك فرجع يبكي فقالت المرأة الحقوه أما تخشوا أن ينزل الله عليكم آية ضعكم مع المنافقين فتزوجها قدر الله أن يخرج لمعركة مات قتل أنا لا دعني من قصة جلبيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مني وأنا من دعك من هذا كله تعالي المرأة الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا هذه دعوة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم لأنها رضيت برجل بجوهره لا مظهره نحن ما سبب التهلكة التي نحيا بها مع في النساء والمحاكم أنهم ينظرون للمظهر لا للجوهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بعد حينما رضيت بجليبيب قال لها الله قال لها اللهم صب عليها الخير صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا مات جليبيب يقول الراوي والله إنها لأنفق أي في المدينة بمعنى طابور من الخطاب طابور أصابتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نظرت لجوهر الرجل لا مظهر هذه المظاهر تتبدل هذه المظاهر في الرجال تتبدل بحسب اختلاف الأزمان إلا لمن جوهره أصيل الذي جوهره أصيل هذا لا يتبدل ولا يتغير أيا كان لكن المظاهر هذه تختلف علم؟ لهذا أصابتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الراوي والله إنها لأنفق أيم يعني هي الأيم كلما الخطاب طابور لبيتها لماذا أصابتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعلها الرسالة وصلت